أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج من القاهرة. النهاردة إن شاء الله عندنا فقرتين حواريتين غاية في الأهمية. الحوار الأول هنتحدث فيه عن مصر وقمة الاتحاد الإفريقي، وذلك في دورتها 30 ومشاركة السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، والتي تحدث فيها الرئيس الفلسطيني وكذلك أيضا سكرتير عام الأمم المتحدة، أمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس الغيني الذي رئيس غينيا الذي تحدث في الأساس عن أهم الأنشطة التي قام بها خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي وذلك لعام 2017. كذلك أيضا شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم تسليم وتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي من رئيس غينيا إلى رئيس رواندا الذي سيتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2018، بالإضافة أيضا إلى الغالبية التي وافقت بالغالبية الدول الأعضاء الأفارقة طبعا التي كانت مشاركة في هذه القمة، التي وافقت بالغالبية وذلك على أن مصر سوف تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019 في الدورة 31، مؤكدين على ثقتهم الكاملة في دور مصر المحوري في القارة الإفريقية، وأنها سوف تتولى مناقشة القضايا الإفريقية في مختلف المحافل الدولية من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي وذلك خلال العام القادم عام 2019. كذلك أيضا سنتطرق في حوار خاص في برنامج من القاهرة إلى القمة الثلاثية التي من المفترض أن تنعقد غدا إن شاء الله الاثنين، القمة المصرية السودانية الإثيوبية، وأبرز الملفات التي سيتم مناقشتها خلال هذه القمة المهمة. أيضا مشاهدينا في هذه الوقفة الحوارية سنتطرق إلى دور مصر في القارة الإفريقية وأهم ما قامت به مصر خلال الفترة الأخيرة وخلال تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشكل خاص أبرز القضايا الإفريقية التي اهتمت بها والتي أيضا من المزمع أن يتم عرضها خلال المحافل الدولية خلال الفترة القادمة. الفقرة الحوارية الثانية في برنامج من القاهرة نتحدث فيه عن أهم حدث ثقافي بتشهده مصر حاليا، معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في دورته 49 والذي يحمل عنوان القوة الناعمة كيف، بمشاركة 27 دولة منها 15 دولة عربية وعدد من الدول الإفريقية. طبعا وزيرة الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم قامت بافتتاح هذا المعرض وتجولت أيضا في مختلف يعني الأماكن الموجودة في هذا المعرض، وبشكل خاص الجناح الخاص بالجزائر وهي ضيف شرف هذا المعرض. بعد الفاصل مباشرة هنبدأ مع حضراتكم الفقرة الإخبارية وأهم الأخبار التي تابعناها منذ الصباح وحتى الآن. مع حضراتكم هذه الفقرة الإخبارية التي أعلن فيها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي موافقة القادة الأفارقة في جلستهم المغلقة اليوم بأديس أبابا على انتخاب مصر بالإجماع وذلك لرئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته القادمة 31 لعام 2019. السفير بسام راضي أشار إلى أن هذه الموافقة جاءت تقديرا لدور مصر الريادي في القارة الإفريقية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف أن مصر ستكون ذلك عضوا في ترويكا المفوضية الإفريقية التي تشمل الرئاسة الإفريقية السابقة والحالية والقادمة. كان الرئيس السيسي قد شارك اليوم في الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة وذلك في مستهل أعمال القمة الإفريقية التي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
قمة الاتحاد الإفريقي كانت قد انطلقت اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك في دورتها العادية 30 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار الانتصار في معركة مكافحة الفساد، نهج مستدام نحو تحول إفريقيا. تناقش هذه القمة على مدار يومين مجموعة من القضايا، من بينها مضاعفات الجهود والطاقات لتحقيق التنمية والتقدم والسلام في الدول الإفريقية خلال العام الحالي، وتحسين الظروف المعيشية لشعوبها، وجهود إقامة منطقة للتجارة الحرة بالقارة، وتسهيل حرية التنقل بين دولها بدون تأشيرة دخول، مما يسهل حركة انتقال البشر وسبل الإسراع في تنفيذ خططها الاجتماعية والاقتصادية، والتغلب على نقص القدرات في المجالات الرئيسية كالصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا. أيضا السفير بسام رادي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد أن اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي برئاسة مصر شدد على ضرورة التصدي للإرهاب بجميع ظواهره. وجاء تأكيد السيد السفير بسام رادي في تصريح خاص لقناة النيل الأخبار على هامش القمة الإفريقية المنعقدة بأديس أبابا. الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أن اللجنة المشكلة من الهيئة لتلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية أنهت أعمالها اليوم دون أن تتلقى أي طلبات للترشح في الانتخابات في اليوم 9 وقبل الأخير لتلقي طلبات الترشح. المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات قال أن مكاتب التوثيق وشهر العقاري على مستوى الجمهورية قامت باستخراج قرابة 1,134,000 استمارة تأييد حررها المواطنون لمن يرغبون في ترشيحهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وما بين التأكيد والنفي، كشف أحمد حنتيش المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين عن اقتراب الحزب من اختيار رئيس أكمل قرطام للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية. يعقد حزب المحافظين حاليا اجتماعا مغلقا لبحث الدفع بأحد أعضاء المجلس الرئاسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2018 على أن يتم إصدار بيان بعد انتهاء هذا الاجتماع. يحضر هذا الاجتماع عدد كبير من قيادات الحزب على رأسهم نواب الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا وممثلو الشباب والمرأة بالحزب. بينضم إلينا عبر الهاتف للحديث حول تفاصيل هذا الخبر الأستاذ أحمد حنتيش المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين. أستاذ أحمد، سوف نتصل بالسيد أحمد حنتيش المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين في وقت لاحق، لأننا فقدنا الاتصال الآن، وذلك للتعرف على حقيقة هذا الخبر عن اقتراب الحزب من اختيار رئيس أكمل قرطام للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية. أكد الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن عيد الشرطة سيظل دائما مناسبة وطنية تجسد أسمى صور الانتماء للوطن والتضحية في سبيله، مشيدا بدور جهاز الشرطة في إقرار الأمن بالبلاد. جاء ذلك خلال زيارة وزير الدفاع والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لوزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لتقديم التهنئة بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. قام الفريق أول صدق الصبح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد الفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وذلك على رأس وفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولكافة رجال الشرطة بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة 66. في بداية اللقاء أعرب الفريق أول صدق صبحي عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني، وخاصة في المرحلة الحالية التي تتطلب تضافر كافة الجهود في مسيرة البناء والتنمية، مؤكدا أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية
تجسد أسمى صور الانتماء للوطن والتضحية في سبيله، وأشاد سيادته بدور جهاز الشرطة في إقرار الأمن بالبلاد ودعم مناخ الاستقرار للوطن والمواطن. من جانبه أشاد السيد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بالتعاون الوثيق مع رجال القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة، ومؤكدا أن قواتنا المسلحة الباسلة ستظل درعا قويا لحماية وطننا الغالي وشعبه العظيم. حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. ينضم إلينا عبر الهاتف بعد متابعة هذا التقرير اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا يعني شهدنا جميعا الاحتفال بالذكرى 66 للشرطة المصرية، تابعنا جميعا هذا الاحتفال بعيد الشرطة، وأيضا هذه الزيارة المهمة التي قام بها وزير الدفاع وكذلك أيضا رئيس أركان حرب القوات المسلحة لوزير الداخلية. ما هي قراءتك لأهمية ودلالة هذه الزيارة يا فندم؟ يعني هي سنة حسنة سنتها قيادات الشرطة والجيش منذ عقود، لأن كلاهما جناح الأمن في الوطن. صحيح. وبالتالي مطلوب التنسيق والترابط، وكلاهما يعملان بروح واحدة على قلب رجل واحد لتحقيق هدف واحد، هو الحفاظ على أمن كل مواطن وعلى أمن كل ذرة رمل في تراب هذا الوطن. أيضا هما المسؤولان عن الحفاظ على هيبة الدولة. هيبة الدولة هي اللي بتمنعها من السقوط، اللي بتساعد على كل خطة التنمية، بتساعد على ان كل مواطن في كل مكان يسعى الى تحقيق هدفه بكل اطمئنان. مثل هذا اللقاء بين الشرطة او تهنئة من القائد العام للقوات المسلحة ومعه وفد من القوات المسلحة لأشقائه ضباط الشرطة، ده سنة حسنة وإن شاء الله بتدوم باستمرار، وكل ده في سبيل مصر ولتحقيق أهداف مصر في التنمية وفي الرخاء دايما بإذن الله. إن شاء الله يا فندم. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. شكرا جزيلا يا فندم على هذه المشاركة. بنعود مرة أخرى مع حضراتكم مشاهدينا للخبر الخاص باقتراب حزب المحافظين من اختيار الرئيس أكمل قرطام للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية. حزب المحافظين بيعقد حاليا اجتماعا مغلقا لبحث الدفع بأحد أعضاء المجلس الرئاسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2018، على أن يتم إصدار بيان بعد انتهاء هذا الاجتماع مباشرة. هذا الاجتماع بيحضره عدد كبير من قيادات الحزب على رأسهم نواب الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا، بالإضافة إلى ممثلي الشباب والمرأة بالحزب. بينضم إلينا أستاذ أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين يا فندم نعرف تفاصيل هذا الخبر، مدى صحته؟ لا والله الخبر صحيح تماما. يعني احنا فعلا كان في اجتماع للمجلس الرئاسي للحزب، واجتماع دوري بنناقش فيه تطور الاحداث، انتخابات الرئاسيه، خطه عمل الحزب الشهر اللي جاي. كانت نقاط كلها متعلقه بالحزب داخليه. اكتشفنا ان في الاعلام بيراوغ بشكل كبير ان المهندس اكمل قرطام رئيس الحزب هيترشح للانتخابات. طبعا الموضوع ما كانش زي ما بيقول ما كانش محل نقاش اطلاقا يعني، وتسمد التداركه في اول الاجتماع، ثم انتقلنا لباقي جدول الاجتماع. واحنا ما ناقشناهوش كتير لان احنا شايفين ان مصر طبعا اكبر من كده، اكبر من ان احنا ناخد قرار زي ده في لحظه. يعني اي حزب سياسي بينوي ان هو يتقدم بمرشح لرئاسه الجمهوريه فعلى الاقل قدامه سنه يقدر ان هو يجهز فيها رؤيته وبرامجه واهدافه، يقدر يعرضها على الناس والناس تقدر تقرر هتنتخب الحزب ده او مرشح الحزب ده ولا لا. فانا باكد لك ان حزب المحافظين لم يطرح ترشح المهندس اكمل قرطام في انتخابات الرئاسه.
لم يقوم باختيار الرئيس أو السيد أكمل قرطام لترشح في انتخابات الرئاسة الجمهورية؟ الموضوع لم يطرح للنقاش من أساسه. أساساً يعني الموضوع لم يطرح للنقاش أساساً. أنا بشكر حضرتك يا فندم على هذا التوضيح، شكراً جزيلاً للسيد أحمد حنديش المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، والذي أكد تماماً عدم طرح هذا الموضوع للمناقشة فيما يتعلق باختيار السيد أكمل قرطام للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية. وزارة الداخلية أفرجت عن 142 من نزلاء السجون ممن يستحقون الإفراج بالعفو عن 335 نزيلا إفراجا شرطيا. جاء ذلك إعمالا لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وكذلك أيضا عيد ثورة يناير. لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قامت بزيارة لسجن القناطر للإطلاع على أوضاع السجناء وتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان ولقاء العديد من السجينات، وذلك للتأكد من ذلك. خلال هذه الزيارة قامت اللجنة بزيارة العنابر والمستشفى والورش التي تعمل على إعادة تأهيل السجناء والمعارض التي تمت إقامتها. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فتحت أبواب سجن القناطر الخيرية لاطلاع أعضائها على أوضاع السجناء والتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان من خلال مناقشات جانبية بين أعضاء اللجنة والسجينات لاستجلاء حقيقة الأوضاع. الزيارة شملت عنابر السجينات والمستشفى والورش التي تؤهل السجين لحرفة تعينه على الحياة، ومعارض أقامتها السجينات لمنتجات الحرف اليدوية والمكتبة وفصول محو الأمية وورش لتصنيع الملابس. الزيارة ليست الأولى للجنة، ولكنها تأتي استكمالا لزيارات ميدانية سابقة قام بها أعضاء اللجنة لسجون أخرى وأقسام الشرطة أيضا أشادوا خلالها بالأوضاع فيهما. زيارة النهاردة استكمالا لزيارات لجنة حقوق الإنسان لإقسام الشرطة وللسجون، والنهاردة احنا الحقيقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية جينا زيارة لسجن القناطر، وكان هدف الزيارة الأول طبعا احنا هذه الزيارات تعودنا من الأول ان احنا قلنا الزيارات ليها أهداف. أول هدف من أهداف الزيارات أولا الاطمئنان على تطبيق معايير حقوق الإنسان داخل السجون، وده تأكدنا منه الحقيقة في سجن النساء وسجن الرجال. احنا شايفين أداء مميز النهاردة كما تعودنا دائما، شايفين المساجين هنا كمان مش مجرد ان هو مسجون قاعد داخل السجن ما بيأديش عمل، لا هو مجرد احنا شفنا المساجين هنا بيأدوا عمل، ويمكن احدى السجينات تحدثت معنا وقالت احنا هنا بنتعلم واحنا هنا بنتعالج، وشفنا فعلا كم المستشفى العيادات الموجودة داخل السجن، والحقيقة هذه العيادات بتدل صراحة على ان هناك مراعاة لحقوق الانسان من الناحية الطبية. يمكن انا بقول اللي برة ما عندهمش نفس كم من العيادات والمستشفيات. من ضمن سياسة وزارة الداخلية وأهم ركيزة متابعة حقوق الإنسان في كافة المجالات، سواء في السجون أو الإقسام أو في التعامل مع المواطنين في كافة المجالات. الحمد لله هم زاروا السجن، شافوا التأهيل بتاع المسجونين، شافوا النزلاء وهم شغالين في مصنع الأساس بالنسبة للرجال، شافوا النساء وهم عاملين مصنع الملابس، وشافوا الحرف المهنية. على صعيد الجهود الأمنية المبذولة لمراقبة أسواق تصنيع وإنتاج والإتجار غير المشروع في مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والدجني، فقد استطاعت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالاشتراك مع أمن الشرقية ضبط مخزنين بدون ترخيص بالصالحية بهما أطنان من المخصبات الزراعية والأسمدة غير مسجلة بوزارة الزراعة، بل إنها مغشوشة ومقلدة ومصنوعة من مواد مجهولة المصدر. تم مصادرة المضبوطات وغلق المخزنين. إلى جانب جهود أمنية تبذل، هناك معايير لحقوق الإنسان يتم الالتزام بها من قبل وزارة الداخلية بخاصة في السجون. لذلك كانت زيارة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لسجن القناطر الخيرية التي أشادوا فيها بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان وكذلك بالأوضاع والرعاية المقدمة للسجناء. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. ما
مازلنا مع حضراتكم في هذه الفقرة الإخبارية. رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل أعلن عن بدء تسجيل بيانات أسر الشهداء والمصابين في العمليات الحربية والأمنية اعتبارا من يوم غد الاثنين بالجهات التابعين لها، تمهيدا لإدراجهم في قاعدة بيانات موحدة لتعيينهم. سيتم تخصيص نسبة 2% من مجموع الوظائف لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية وشهداء الثورة ومصابيها. وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي عرض على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل التطورات المتعلقة بتفعيل قانون التأمين الصحي. التقى رئيس الوزراء وزير النقل وشدد على اهتمام الدولة بقطاع النقل والطرق، وذلك لمساهمته بقدر كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كذلك التقى أيضا رئيس الوزراء وزير الآثار لمتابعة الموقف التنفيذي المتعلق بأهم مشروعات الآثار الجاري لانتهاء منها حاليا. دي كانت نظرة مشاهدينا على أبرز الأخبار اللي تابعناها منذ الصباح وحتى الآن، وبعد هذا التقرير الذي سنتابعه سنبدأ أولى فقراتنا الحوارية. هنتابع الآن مشاهدينا تقرير حول الزيارة المهمة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أديس أبابا في إثيوبيا، حيث القمة الخاصة بالاتحاد الإفريقي في دورته 30. هذه القمة المهمة التي حضرها السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية تحديدا، والتي تم الحديث فيها عن أبرز الأنشطة التي قام بها رئيس غينيا الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2017، وكيف أنه سوف يسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى رئيس رواندا في عام 2018، ثم موافقة الدول الأعضاء في هذه القمة بالإجماع على أن تتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، وذلك خلال العام القادم في الدورة 31. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ثم تبدأ معكم أولى فقرتنا الحوارية. تحت شعار الانتصار في معركة مكافحة الفساد، نهج مستدام نحو تحول إفريقيا، تعقد القمة الإفريقية 30 التي اختتمت أعمال يومها الأول بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. القمة تناقش مجموعة من القضايا من بينها مضاعفة الجهود والطاقات لتحقيق التنمية والتقدم والسلام في الدول الإفريقية خلال العام الحالي، وتحسين الظروف المعيشية لشعوبها، وجهود إقامة منطقة للتجارة الحرة بالقاهرة. كما تبحث القمة تسهيل حرية التنقل بين دولها بدون تأشيرة دخول، مما يسهل حركة انتقال البشر وسبل الإسراع في تنفيذ خططها الاجتماعية والاقتصادية والتغلب على نقص القدرات في المجالات الرئيسية كالصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا. وفي اليوم الأول للقمة وافق القادة الأفارقة في جلستهم المغلقة اليوم بأديس أبابا على انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته القادمة 31 لعام 2019. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن هذه الموافقة جاءت تقديرا لدور مصر الريادي في القارة الإفريقية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف أن مصر ستكون بذلك عضوا في ترويكا المفوضية الإفريقية التي تشمل الرئاسة الإفريقية السابقة والحالية والقادمة. كان الرئيس السيسي قد شارك في الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة في مستهل أعمال القمة الإفريقية التي تعقد في العاصمة الإثيوبية. وقام الرئيس السيسي بمداخلة بشأن موضوع الإصلاح المؤسسي، أعرب خلالها عن تقدير مصر للجهود التي يقوم بها رئيس غينيا بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي في هذا الملف، كما أشاد بجهود الرئيس الرواندي في هذا الخصوص في ضوء التكليف الصادر له من قمة كيجالي في يوليو 2016. الرئيس السيسي تناول أيضا العلاقة بين مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ولجنة المندوبين الدائمين. كان الرئيس السيسي قد ترأس اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي، والذي شدد خلاله على ضرورة التصدي للإرهاب وجميع ظواهره.
مشاركة مهمة ولها دلالتها لمصر في هذه القمة، قمة الاتحاد الإفريقي في دورته 30، وذلك بعد أن تم اختيار مصر وذلك من قبل الدول الأعضاء وبالإجماع على أن تكون مصر هي رئيسة الاتحاد الإفريقي، وذلك للعام القادم عام 2019 في الدورة 31. أبرز الملفات التي تمت مناقشتها خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة، وأيضا أبرز الملفات التي من المقرر أن تناقش خلال القمة المزمع عقدها غدا، القمة السودانية الإثيوبية المصرية. هذه المحاور سوف نتناولها بالنقاش من خلال هذا الحوار مع النائبة مي محمود، أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب. أستاذة مي، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. زي ما ذكرنا أن هي فعلا بتعتبر مشاركة مهمة للغاية لمصر في قمة الاتحاد الإفريقي، دلالتها في قوة مصر ومكانتها بشكل أساسي في القارة الإفريقية. حضرتك كيف تقرأين هذه المشاركة في هذا التوقيت تحديدا؟ بداية يعني وجود مصر في المشاركات والتبادل الزيارات مع الدول الإفريقية المختلفة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة وإلى الآن، ده عاد بمصر مرة أخرى إلى موقع الريادة في القارة الإفريقية. احنا كنا مفتقدين في فترة السابقة هذا التواصل مع الدول الإفريقية، كان في نوع من أنواع الفتور ما بيننا وما بينهم، ولكن مع بداية تولي الرئيس الحكم وبداية حديثه عن كيفية التواصل مع الدول الإفريقية وأهمية أن يكون هناك شراكات وتنمية مشتركة وموضوعات مشتركة، ودائما ما يتحدث على أن مصر هي جزء من القارة الإفريقية. ده اللي أدى بينا النهاردة إلى إجماع على انتخاب مصر كرئيس للاتحاد الإفريقي في 2019. ده بيدل أن الدول الإفريقية هي ترى مصر الزعيمة، مصر الرائدة، مصر القوية، اللي كانوا دايما بيتكلموا على ان في عهد الزعيم جمال عبد الناصر وكيف كانت مصر تتولى الزعامة في القارة الإفريقية. خليني اقول لحضرتك ان ده بيعود بينا يعني مثلا في جلسات البرلمان الإفريقي او في اي تجمعات إفريقية بنحضرها، بدأوا يتكلموا تاني على عودة مصر وبقوة، وكيف ان مصر اصبحت يعني تقود عملية التنمية في القارة الإفريقية، وتقود عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات السلم ونزع السلاح وغيرها من الموضوعات اللي بتهم كل القارة الإفريقية. فده بيخلي في هناك نوع من أنواع الفخر أن مصر عادت وبقوة في السنوات الأربع الماضية. نعم. طيب أستاذة مي، زي ما حضرتك ذكرتي أنه مصر استطاعت أن هي تستعيد مكانتها بشكل واضح جدا خلال السنوات الأربع الماضية في القارة الإفريقية، ما الذي تتوقعي أن يحدث خلال إن شاء الله العام القادم عندما تتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي؟ أبرز القضايا الإفريقية التي من المتوقع أن تقوم مصر بتدويلها أمام المحافل الدولية من أجل معالجتها بشكل أكبر؟ يعني يمكن على قمة الأولويات هي مكافحة الإرهاب، ويمكن الرئيس في حديثه في الجلسة الافتتاحية تحدث عن كيف أن مصر تحارب الإرهاب داخليا وخارجيا، وكيف لدينا من الخبرات ومن الكفاءات اللي بنعمل بها على إنهاء عملية الإرهاب. وهو تحدث عن أن الإرهاب هو فكر، وكيف مواجهة هذا الفكر في العالم كله ومش بس في القارة الإفريقية، لأن الإرهاب أصبح موجود في كل دول العالم. أنا شايفة أن ده من أهم الموضوعات اللي هتكون على طاولة مصر وهتطرح ما لديها من خبرات في هذا المجال. كمان المشروعات التي لها علاقة بالتنمية، يعني مشروع القاهرة كيب تاون، الطريق اللي هيربط شمال القارة الإفريقية بجنوب القارة الإفريقية، وهو بقالنا فترة طويلة بنسمع عن هذا المشروع. أرى أنه في عام 2019 سنجد أن هذا المشروع قد وجد على أرض الواقع وبدأ التنفيذ فيه بشكل حقيقي. كمان فتح مجالات الاستثمار ما بين دول القارة الإفريقية كلها، وزيادة التنمية والمشروعات التنموية، ويعني الأجندة مثقلة بكثير من الموضوعات. نعم. أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس الاجتماع الخاص بمجلس السلم والأمن الإفريقي لمناقشة ما يعرف بالمقاربة الشاملة لمحاربة التهديد العابر للقارات للإرهاب في إفريقيا. دور مصر في مكافحة الإرهاب في القارة الإفريقية يا فندم؟ يعني إحنا عندنا تجربة رائدة في مصر،
احنا بنواجه زي ما قلت لحضرتك ارهاب داخليا وخارجيا. احنا زي ما الرئيس بيقول دايما خفافيش الظلام. صحيح. خفافيش الظلام هم اللي بيوجهوا العقول من اجل العمليات الارهابيه اللي بتدار في مصر وفي باقي دول القاره الافريقيه. احنا لدينا الجيش، جيش مصر القوي، ولدينا الخبرات في هذا المجال لنقدر ان احنا نتناقلها مع دول الأخرى. كمان فكرة نزع السلاح ويمكن احنا عندنا خبراء في هذا المجال موجودين كتير جدا في مصر، نقدر ان احنا ننقل هذه الأفكار الى باقي دول القارة. احنا عندنا تجربة رائدة، احنا كل فترة قصيرة بنواجه بعملية إرهابية، ولكن تظل الدولة صامدة الى الان، وده في حد ذاته بالنسبة لباقي الدول هو شيء يدرس. طيب احنا هنتوقف عند النقطة دي وهنتابعها ان شاء الله بعد موجز الانباء. نتابع مع حضراتكم موجز الساعة مع الزميلة دينا ابراهيم. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامج من القاهرة، ومرة أخرى أيضا أرحب بالضيفة النائبة مي محمود أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب. وكنا نتحدث مباشرة طبعا عن مشاركة مصر في قمة الاتحاد الإفريقي في الدورة 30 لهذا الاتحاد ولهذه القمة، واختيار مصر وبالإجماع لكي تكون رئيس للاتحاد الإفريقي خلال العام القادم عام 2019، وذلك في الدورة 31. قبل الموجز مباشرة مشاهدينا كنا نتحدث عن نقطة في منتهى الأهمية تتعلق بدور مصر في القارة الإفريقية، وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي. أهمية هذا الاجتماع وأهمية ترأس مصر أيضا لهذا الاجتماع، تفضلي يا فندم. يعني ترأس مصر لمجلس الأمن والسلم الإفريقي ده من يعني أو اجتماعات هذا المجلس تعتبر من الاجتماعات الهامة جدا اللي بتعقد أثناء القمة الإفريقية، لأن هي بتتحدث عن الإرهاب في القارة الإفريقية كلها وما هي التهديدات الخارجية اللي بتواجه القارة الإفريقية. يعني جميعنا نعي أن فكرة الإرهاب وكيف أن هناك دول أصحاب مصلحة في أن يحدث إرهاب وعمليات إرهابية داخل دول القارة الإفريقية. القارة الإفريقية زي ما بنقول هي قارة الخيرات، وبما أنها قارة الخيرات فهي القارة المطمع من بعض الدول الأخرى اللي في مصلحتها إن ما يكونش في استقرار في القارة الإفريقية، وده يؤدي إلى أنه لابد من أن يكون هناك ترابط كامل ما بين الدول الإفريقية المختلفة حتى نستطيع صد هذه العمليات الإرهابية التي تأتي من الخارج. يعني ده وجود مصر في هذا المجال وفي رئاسة هذا المجلس بيخلي هناك تكامل، هناك فكرة مشتركة بيقف عليها الدول الإفريقية كلها، لأن إحنا يعني بوابة الشمال، إحنا لدينا في دول كثيرة تطمع في مكانة مصر وفي قدر مصر ومن مصلحتها أن لا يكون هناك استقرار في مصر. فمع وجود الاستقرار ومع تماسك الدولة المصرية ومع تجربتها الرائدة في مكافحة الإرهاب، ده اللي بيخلينا دايما أمام العالم أجمع وليس فقط الدول الإفريقية. يعني احنا بنحاول نقل هذه الخبرة وهذا التماسك، وهو مش تماسك، يعني التماسك هو تماسك دولة مش تماسك حكومة أو رئاسة فقط، ولكن هو الشعب بالكامل عندما قرر أن يحافظ على استقرار هذه الدولة. هذا هو ما يدرس. فده احنا تجربة بننقلها للناس وبنقول لهم ازاي نقف كلنا على قلب يعني القارة، مش هنقول بقى قلب رجل واحد، ولكنها يعني نقف على قلب القارة الإفريقية حتى نستطيع صد هذه العمليات الإرهابية وهذا الفكر الإرهابي المتطرف اللي بتحاول بعض الدول تصديره إلى مصر. طيب من خلال هذه القدرة طبعا من قبل مصر في محاربة الإرهاب وأيضا دور مصر في القارة الإفريقية على الجانب الآخر، تم اختيار مصر وبالإجماع على أن تكون هي رئيس للاتحاد الإفريقي خلال العام القادم إن شاء الله أو الدورة القادمة في عام 2019 في الدورة 31.
دلالة ذلك من وجهة نظرك أنه يتم اختيار مصر بالإجماع وهذه الثقة الكبيرة في مصر وفي دورها في القارة الإفريقية؟ خلينا نقرا المشهد من بعيد شوية. أن مصر كانت متغيبة عن الاتحاد الإفريقي منذ فترة، وكانت عضوية مصر مجمدة بسبب الأوضاع اللي كانت غير مستقرة في مصر. فمع عودة مصر مرة أخرى إلى الاتحاد الإفريقي والبرلمان الإفريقي و الاستقرار الذي يحدث في مصر الآن، ده خلى هناك نوع من أنواع الثقة من دول القارة الإفريقية. ودائما ما يربطه مصر بالزعيم جمال عبد الناصر، وكان دائما بيتحدثوا عن قيمة جمال عبد الناصر وقيمة ما قدمه إلى القارة الإفريقية، لدرجة أن احنا يعني تقريبا معظم الدول الإفريقية هناك شارع أو منطقة أو حي أو فندق شهير موجود في دولة إفريقية إما مسمى ناصر أو مسمى الزعيم نسبة إلى زعيم جمال عبد الناصر. فهم رأوا في الرئيس عبد الفتاح السيسي نفس الفكرة ونفس الزعامة ويعني ونفس الاهتمام بالقارة الإفريقية بالضبط، لأن احنا كنا فقدنا التواصل. فمع العودة والعودة بقوة ومع وجود زيارات متبادلة من الرئيس إلى معظم الدول الإفريقية، بالإضافة كمان أن احنا وجدنا أن البرلمان المصري أصبح هناك لجنة متخصصة فقط في الشأن الإفريقي، وده اللي ما كانش موجود قبل كده. ده بيخليهم دايما يبصلنا أن مصر عادت إلى الزعامة. خليني أقول لحضرتك أن مثلا رئيس الاتحاد الإفريقي السابق في 2017 عندما كان في أحد المؤتمرات في دولة من الدول الأوروبية تحدث عن مصر وقال أن القارة الإفريقية بأمان مادام فيها زعيم يحافظ على القارة الإفريقية مثل زعيم السيسي. الكلام ده كان من 3 شهور. فمن 3 شهور ومع النهاردة اللي احنا بنشوفه من إجماع من الدول الإفريقية كلها على مصر أن تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، ده يخلي الشعب المصري كله يشعر بالفخر أن مصر عادت إلى هذا المنصب وأن باقي الدول تنظر إلينا هذه النظرة وتثق فينا أيضا هذه الثقة. بالضبط. طيب لو هنتحدث عن أبرز الملفات أستاذة مي فيما يتعلق بالقمة التي إن شاء الله ستنعقد غدا، قمة مهمة للغاية، قمة مصرية سودانية إثيوبية، أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها، هل سد النهضة فقط أم هناك أيضا ملفات أخرى؟ يعني القمة المصرية الأثيوبية السودانية هي مش فقط بتنعقد علشان سد النهضة، لأن سد النهضة هو موضوع من ضمن الموضوعات فعلا هو يعني يحتل اهتمام الأكبر، له اهتمام أكبر طبعا في خضم الموضوعات الكثيرة اللي بتتعلق بالثلاث دول، ولكن هناك موضوعات أخرى. مصر دائما تدعم التنمية في أي مكان وفي أي دولة، لأن ما يعود على الدول الجوار وعلى الدول الشقيقة وهي الدول الإفريقية كلها والأقرب لنا السودان وإثيوبيا بحكم الجوار، ده يخلينا ندعم التنمية. ويمكن الرئيس النهاردة لما اتكلم قال إن احنا بندعم كل مشروعات التنمية داخل القارة الإفريقية. صحيح. أنا شايفة أن القمة الثلاثية هتناقش العديد من الموضوعات التي تتعلق بالتعليم، بالصحة، بالدواء، بالمشروعات التنموية، بالتبادل التجاري، ويأتي على رأس هذه الموضوعات بالطبع موضوع سد النهضة. المتوقع أيضا إلى جانب موضوع سد النهضة والحديث عن التنمية ملفات أخرى أيضا سيتم مناقشتها فيما يتعلق يعني بدور مصر أيضا خلال الفترة القادمة في الاتحاد الإفريقي، أم أنه في قضايا مشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان؟ احنا عندنا اللجنة الثلاثية اللي موجودة هي بقالها فترة بتنعقد، دي مش أول انعقد ليها، لأن هي بتتحدث عن كل ما يتعلق بما يدور بالثلاث دول إثيوبيا ومصر والسودان. فهم لديهم العديد من المشروعات، ولكن لو احنا اتكلمنا على اجتماعات الاتحاد الإفريقي وأجندة الاتحاد الإفريقي في هذا الدور من هذا دور الانعقاد أو هذا المؤتمر، حنلاقي ان هم لديهم كمان موضوعات أخرى، زي مثلا النهاردة كانوا بيتحدثوا عن فتح المجال الجوي وعمل خطوط جوية مشتركة مع الدول الإفريقية المختلفة. ويمكن احنا عندنا هنا في مصر هناك أزمة في خطوط الطيران، لأن احنا ما عندناش خطوط طيران بتوصل لكل الدول الإفريقية. فأنا يعني أرى أن هذه القمة ستفتح المجال إلى زيادة الخطوط الطيران الموجودة عندنا، ودي تبقى يعني
انفراجة على مصر وعلى باقي دول القارة الإفريقية. إذا كنا بنتكلم على مشكلة سياحة فرقم واحد هو طيران، زي احنا نوفر خطوط طيران تقدر صحيح. تنقل الأفارقة، لأن هم عاشقين لمصر على فكرة. يعني هم بيروا في مصر التاريخ والحضارة والمستقبل كمان. فهم بيحبوا يجوا مصر، ولكن احنا عاوزين نستخدم هذا الحب وهذا العشق ان احنا كمان نشغل خطوط طيران تقدر تربطهم بينا بشكل مباشر. انا شايفه ان الموضوع ده مهم جدا، بالاضافه طبعا للموضوعات اللي بتتعلق بالهجره غير الشرعيه، الموضوعات اللي بتتعلق بمشاريع التنميه زي ما قلت لحضرتك مشروع القاهره كيب تاون اللي هياخد خطوات فعليه في التنفيذ، كمان المواضيع التي تتعلق بالتكنولوجيا وخطه 2063 اللي مصر حققت جزء منها في خطة 2030 أو يعني خطة التنمية المستدامة 2030، هي جزء من خطة 2063 للقارة الإفريقية طبعا على بالزبط. نطاق أكبر بالضبط. نعم طيب أستاذة مي، لو هنتحدث عن مسار المفاوضات بين مصر وأثيوبيا فيما يتعلق بسند النهضة، قراءتك لهذا الملف يعني كيف تسير المفاوضات في هذا الملف تحديدا؟ يعني أنا شايفة أن المفاوضات إذا كانت تعثرت في فترة من الفترات، ولكن رئيس الوزراء الإثيوبي عندما جاء منذ أيام قليلة إلى مصر وتقابل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدثوا عن سد النهضة وعن خط سير المفاوضات الخاصة بسد النهضة، هو كان قبل ما يصل إلى القاهرة كان هناك اجتماع ما بين لجنة الشؤون الإفريقية وما بين السفير الإثيوبي في القاهرة، وهو تحدث عن أن رئيس الوزراء الإثيوبي سيحمل رسائل طمأنة إلى شعب المصري. أرى أن يعني الرؤية اللي شفناها من لقاء الرئيس برئيس وزراء إثيوبيا وثم القمة الإفريقية النهاردة اللي بتعقد في أديس أبابا والاجتماع المشترك اللي هيحصل بكرة، أنا شايفة أن احنا برضو هنرجع نقول زي ما قال الرئيس أن مصر لا تقف أمام أي خطة أو أي مشروع تنموي في القارة الإفريقية، ولكن ما يهم مصر هو الحفاظ على مصر. ما يهم مصر أن احنا حصة المياه وهي الشريان الوحيد اللي موجود لدينا، يمكن إثيوبيا لديها من المياه الأمطار الكثير ولديها مصادر أخرى للمياه غير نهر النيل، وبالطبع السودان لديها مصادر أخرى للمياه غير نهر النيل، ولكن مصر هي هذا هو شريان الحياة في مصر، ودائما ما كان يقترن بمصر هبة النيل. فما يهم المصريين هو الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، وأنا شايفة أن ده في طريقه إلى الحل وفي طريق المفاوضات إن هي تصل إلى ما نصبوا إليه. وبشكل خاص زي ما حضرتك ذكرتي بعد تصريحات السيد الرئيس حول أهمية التنمية في دول حوض النيل وعدم المساس تماما بحصة مصر من مياه نهر النيل، والتي الحقيقة تم الحديث عنها في أكثر من مناسبة خلال الفترات الأخيرة، ما الذي تتوقعينه من الجانب الإثيوبي بعد هذه التصريحات وفي أعقاب أيضا المفاوضات أو القمة التي ستنعقد غدا إن شاء الله؟ خلينا نقول يعني أنا شايفة أن هناك بشرة أمل من الجانب المفاوضات عموما، مش من الجانب الإثيوبي بس، الجانب الإثيوبي والجانب السوداني أيضا. ولكن يعني إثيوبيا هي بحكم التاريخ والأحداث التي كانت والترابط اللي كان ما بين مصر وإثيوبيا، بحكم الكنيسة اللي كانت دائما مشتركة ما بين مصر وإثيوبيا، بحكم العلاقات التاريخية اللي ما بيننا، أرى أن إثيوبيا لن ترضى أن تؤثر على مصر من ناحية الأمن المائي المصري. أنا شايفة أن يعني من حق أي دولة أن تعمل على تنمية دولتها وتوفير جو من الرخاء لشعوبها، ولكن بما لا يؤثر على الدول الأخرى، وده كان على فكرة دي كانت رسالتهم، وكانت رسالتهم في الفترات الأخيرة بعد فشل المفاوضات ثم إعادة فتح الملف مرة أخرى وزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي. هو قال كده، قال إحنا لن نرضى أن تتأثر مصر بما لدينا من مشروعات تنموية. أنا شايفة أن الموضوع يعني أصبح محدد ومنظم، لدينا بعض المفاوضات وبعض الملفات التي لازالت يعني مفتوحة ما بيننا وما بين هذه الدول، ولكن أولا وأخيرا مصر داعمة للتنمية في القارة الإفريقية وداعمة للتنمية ومشروعات التنمية، وتمد يدها دائما لمساعدة الدول الإفريقية المختلفة من أجل زيادة التنمية فيها. وبالطبع أعتقد يعني أن
في المقابل لن ترضى أي دولة إفريقية أن تتأثر مصر. طيب إذا ما تحدثنا عن مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية أستاذة مي، يعني ما الذي يعني تتوقعيه خلال الفترة القادمة وبشكل خاص بعد رئاسة مصر إن شاء الله للاتحاد الإفريقي خلال العام القادم؟ يعني أنا شايفة أن المستقبل هو إفريقيا. وجود مصر في تجمع الكوميسا وهو التجمع المعني بالتبادل التجاري وفتح صحيح. علاقات تجارية مع دول شرق إفريقيا ده مهم جدا، وهيفتح مجالات استثمارية وتجارية وتبادل تجاري ما بين مصر وما بين الدول المختلفة، فده موضوع مهم. كمان يعني يمكن المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية واللي كان بيعقد في ألمانيا، مصر تولت في الدورة اللي هتكون في 2018 رئاسة المجموعة الإفريقية، وده برضو جاء بناء على يعني أغلبية الدول الإفريقية أن هي رأت في مصر أنها قادرة على تولي هذا الملف. فإحنا كمان بنتكلم أن التغيرات المناخية مؤثرة على كل مجالات الحياة صحيح. عندما تتولى مصر هذا الملف وبما لديها من الخبرات في هذا المجال أيضا، القادم هو الريادة والقادم هو الزعامة الإفريقية المرجوة والتي يطلبها معظم الدول الإفريقية من مصر. هم يروا في مصر القائد والزعيم، ويعني جميعنا نرى أن مصر قادرة على تحمل هذه المسؤولية. طيب هناك الكثير ممن يتساءلون عن أبرز ما تم خلال الفترة الخاصة بتولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القارة الإفريقية، أبرز الإنجازات التي أظهرت دور مصر بشكل واضح في القارة الإفريقية. يعني خلينا نقول أن بداية من الاتفاقيات المشتركة ما بيننا أو الاتفاقيات المتبادلة ما بيننا وما بين الدول الإفريقية في مجالات الزراعة وفي مجالات الري وفي مجالات حفر الآبار، مصر بتنقل خبرات إلى الدول الإفريقية المختلفة. يمكن في الفترة اللي فاتت كان هناك اتفاقيات مشتركة في مجالات عديدة، كان هناك اتفاقية خاصة بحفر آبار مياه في السودان مثلا، مصر بتنقل الخبرات إلى السودان وبتنقل لها الخبرة التي لدينا في حفر الأبار واستخدام المياه. كمان هناك اتفاقيات اقتصادية مشتركة، مصر استقبلت جلسات البرلمان الإفريقي في أول مرة يخرج فيها البرلمان الإفريقي من جنوب إفريقيا كان على أرض شرم الشيخ، ولما يعني جاءت 54 دولة إفريقية على أرض شرم الشيخ ورأوا كيف أن مصر تستطيع أن تتولى الريادة، ده كان رسالة ليهم. فكرة برضو النقل الخبرات في مجال التكنولوجيا، احنا يمكن في هناك لجان منعقدة ما بين مصر وما بين العديد من الدول الإفريقية في المجالات المتعلقة بالحوكمة الإلكترونية صحيح. في المجالات المتعلقة بالنقل الشبكي والإنترنت وغيرها من الموضوعات التكنولوجية المتخصصة. في مجالات الزراعة مصر لديها خبرة في هذا المجال وخبرة تاريخية في هذا المجال، فيعني كل هذه الموضوعات وكل هذه النجاحات وكل هذه الشراكات، لن ننسى أيضا دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في الشراكات ما بيننا وما بين الدول المختلفة. كان مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، استقبال مصر لوفد من الإعلاميين الأفارقة ضمن مشروعات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والدورات التدريبية التي عقدت لهؤلاء الإعلاميين على أرض مصر. كل ده بيظهر للعالم كله. حتى الملف الخاص أيضا بالشباب في مجال رعاية ريادة الأعمال اللي كان موجود في الكوميسا، الحقيقة كان من أبرز الملفات أيضا اللي بتدل على مدى التعاون المصري مع مختلف الدول الإفريقية في هذا المجال. بالطبع يعني ويمكن ائتلاف طعم مصر في البرلمان هو تبنى هذه المبادرة صحيح. وهو اشتغل على رواد الأعمال وعمل مشروع سماه مشروع رواد الأعمال. المشروع ده في طور التنفيذ دلوقتي، أن احنا بنبدأ نعمل زي صندوق كده كبير بنحط فيه أفكار الشباب، ويعني بنحاول إن احنا نخرج من هذا المشروع العديد من رواد الأعمال اللي نقدر بعد كده نعتمد عليهم في التوجه لخارج مصر وفي ريادة الأعمال داخل مصر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة النائبة مي محمود أمين سر لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، شكرا جزيلا يا فندم على هذه المشاركة، شكرا لحضرتك.
ومشاهدينا بعد الفاصل مباشرة نتحول إلى حوار ثقافي نتحدث فيه عن أهم حدث ثقافي بتشهده مصر حاليا، معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في دورته 49. نتابع معكم هذا التقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى بعد الفاصل. بهدف تشجيع ونشر القراءة، تأتي مشاركة وفود من الجامعات المصرية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49 هذا العام، والتي تستمر حتى 10 فبراير القادم. وارتباطا بذلك، يشارك مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة بمجموعة من أهم الكتب المترجمة ضمن مشروع الجامعة الهادف لتأسيس منبر للإبداع الفكري والثقافي في شتى صنوف المعرفة الإنسانية ولتشجيع القراءة. تقوم معظم دور النشر المشاركة في المعارض بتقديم خصومات كبيرة لمحبي القراءة حتى يتسنى لهم شراء أكبر قدر من الكتب التي يريدونها. وفي نفس الإطار، دعا اتحاد الناشرين المصريين دور النشر إلى منح خصومات خاصة بالنسبة لطلاب الجامعات والشباب تصل نسبتها في بعض الإصدارات إلى 90%. ويؤكد الخبراء أن المشاركة الكبيرة لدور النشر المتعددة بالمعارض تنتج حراكا ثقافيا ينعكس إيجابيا على المجتمع ويهدف إلى تحقيق التنمية على كافة المستويات والنهوض بالفكر العام لمواجهة محاولات الهدم والتخريب. يشارك في المعرض هذا العام 27 دولة، منها 17 دولة عربية و10 دول أجنبية، ويصل عدد الأجنحة في معرض الكتاب حوالي 1194 جناحا. كما يشارك في المعرض 849 ناشرا، من بينهم 368 ناشرا من دول عربية، فضلا عن ناشرين إفريقيين و10 ناشرين أجانب. ويتوقع منظمو المعرض أن يصل عدد الزوار إلى 5 ملايين زائر هذا العام، بزيادة 1 مليون زائر عن العام الماضي. حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49، معنا في برنامج من القاهرة دكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك، مساء الخير. أهلا بحضرتك. طبعا يعني دايما معرض القاهرة الدولي للكتاب الحقيقة ليه أهمية ثقافية خاصة، بيعتبر دايما أهم حدث ثقافي بتشهده مصر. والسنة دي في الدورة 49 الحقيقة بيستضيف عدد كبير جدا من الدول، سواء كانت عربية أو دول إفريقية أو دول صديقة، يعني الحقيقة عدد كبير من الدول، 27 دولة مشاركة في هذا المعرض. أهمية انعقاد هذا المعرض بشكل دائم في مصر. الحقيقة أنه زي ما حضرتك قلتي، معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الحدث الثقافي الأهم يمكن في الوطن العربي كله، لأنه مبدئيا هو الأقدم والأكبر في المنطقة، وتاني أقدم وأكبر معرض في العالم بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب. لكن كمان معرض القاهرة له خصيصة، يعني حاجة صفة خاصة كده فيه، إنه متوسط جغرافيا ومتوسط تاريخيا لكل المعارض العربية، وبالتالي لأنه هو بينعقد في يناير في نص الموسم بالضبط، وفي مصر بموقعها الجغرافي الأهم وبثقلها التراثي والتاريخي والثقافي حضاري، فده بيخلي المعرض ملتقى لكل الناشرين العرب على وجه التحديد. عدد الناشرين قد إيه يا فندم؟ الناشرين السنة دي 849 ناشر، وده عدد إلى حد كبير، يعتبر عدد ضخم، يعني أكبر من العدد السابق أو من الأعوام السابقة حوالي 20%. يعني في إقبال كبير خصوصا من الناشرين العرب والأجانب كمان، لأنه تقريبا الناشرين المصريين عددهم ثابت من السنة اللي فاتت. عدد الأجنحة قد إيه برضو يا فندم؟ عدد الأجنحة حوالي
1200 يعني او 1189 تقريبا، بمساحه عرض حوالي 50,000 متر كتب فقط، ده غير عدد الفعاليات. كمان معرض القاهره واخد فورمات سوق الكتب. الفعاليات اللي هي عشان برضو ايه اللي ما راحش يبقى عارف الفعاليات دي بتكون عباره عن ايه؟ لا كل حاجة. يعني احنا بنعتبر واحنا بنبني استراتيجية المعرض كل سنة بنعتبر انه فعاليات المعرض هي مراية للمشهد الثقافي المصري طول العام ويمكن العربي كمان. السنة دي عدد الفعاليات ضخم جدا، عندنا تقريبا 1200 فعالية، يعني متوسط 16 مكان في متوسط 5 فعاليات في اليوم، ده بيعمل لنا عدد ضخم جدا. تقريبا كل المشاركين في المشهد الثقافي المصري والعربي وكتير من الأجانب موجودين معانا، متوسط عدد المشاركين في الفعاليات تقريبا 4000 ضيف. 4000 ضيف على مدار 14 يوم بيقدر المشاهد أو الجمهور المعرض يقابلهم داخل المعرض بتنوع ثقافي كبير جدا. الفعاليات بتخاطب من أول الأطفال سن 3 سنوات حتى يعني كل الحاجات اللي بتتعلق بيهم، من عروض مسرح عرايس الليلة الكبيرة لعروض سينمائية لعروض فنية وحفلات حتى فقرات سيرك، عندنا فقرة سيرك يومية على المسرح المكشوف. الفعاليات الفنية كمان بتتراوح ما بين موسيقى الأندر جراوند والإنشاد الديني، يعني كل حاجة ممكنة، الفنون الشعبية وفعاليات وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، الأوركسترا الشباب موجود معانا، كورالات الأطفال اللي موجودة في المدارس بتعرض على المسرح المكشوف، لحد بقى اللقاءات الفكرية والفلسفية ومناقشات الكتب ومناقشات المحور الرئيسي وعرض مبادرات الشباب. الفكرة انه الفعاليات السنة دي تخاطب كل ذوق، يعني اي حد يروح المعرض بالتأكيد هيلاقي حاجة بتهمه او بيحبها موجودة في فعاليات المعرض. ان هي تتناول كل الاعمار وتتناول كل الاذواق ايضا، ولكن اديتوا اهتمام كبير او محور خاص بالنسبه للشباب، عرضتوا فيه او بتعرضوا فيه المبادرات الخاصه بالشباب في جميع المجالات، وكان العنوان الخاص كمان بالمعرض ملفت شويه، القوه الناعمه كيف. نعم حضرتك بدايه تقول لي يعني ايه العنوان او المدلول هذا العنوان ايه، ولماذا الاهتمام الخاص بالشباب في هذا المعرض؟ الحقيقه انه اللجنه العليا للمعرض فضلت السنه دي انها تشتغل على فكره القوه الناعمه، ده مصطلح اخترعه أو صاغه جوزيف ناي المفكر الأمريكي. والمصطلح ده بيتكلم أو اهتمامه الأساسي منصب على ما ليس بقوة صلبة، والفكرة الأساسية هي فكرة دعم فكرة الشراكة بين المجتمعات ودعم فكرة تصدير القيم الإيجابية من كل مجتمع إلى المجتمعات الأخرى. وده اللي كان حاصل في مصر بشكل قوي جدا في الخمسينات والستينات، لما كانت مصر مؤثرة على المستوى الثقافي، وهي ما زالت بالطبع، لكن القصد أنه كان التأثير ده موجه وواضح ويحشد لي بصورة ما. لما كانت مؤثرة مثلا في الوطن العربي على مستوى البعثات التعليمية، حضرتك لما تقابلي مواطن عربي من أي مكان في الدول العربية سنه فوق الخمسين أو الستين يكلمك دايما عن مدرسه المصري اللي مأثر فيه جدا، ده نوع من أنواع القوى الناعمة المهمة. الفن كمان قوى ناعمة مهمة، الكتاب والثقافة، فكرة التأثير بالقيم الإيجابية هو ده اللي بندور عليه هنا. يعني احنا كنا بنقول دايما حادثة على انها لطيفة او نكتة او يعني حدث كده ممكن يستدعي الابتسامة، انه جمال عبد الناصر لما كان بيزور المغرب اوقفه في الشارع، يعني وقف قدام السيارة المكشوفة مواطن مغربي وقال له انت راجع مصر يوم الحد؟ قال له ايوه، قال له سلم لي على اسماعيل ياسين. ده نوع من انواع القوى الناعمة، فكرة ان انا اكون مؤثر بقيمي الايجابية بفني وثقافتي، ده ممكن يحل مشاكل كتير جدا ويودي ناحية ما يسميه جوزيف ناي بالدبلوماسية الرشيدة، اللي هي ازاي اثر وحل المشكلات عن طريق تقارب وجهات النظر وتصدير القيم الايجابية. عفوا. الحقيقة انه مصطلح القوى الناعمة كيف او السلوجان اللي اشتغلنا عليه
هو ان احنا بنحاول عن طريق المحور الرئيسي وندواته ان احنا نناقش كيف يمكن ان تستعيد مصر دور القوى الناعمة الخاصة بيها في محيطاتها المختلفة الأفريقية والعربية والمتوسطية والعالمية كمان. وأنا في ظني أنه مجموعة الندوات اللي بيناقشها كتير من المتخصصين في الست محاور الأساسية اللي هي بتكون مصطلح القوى الناعمة، اللي هي منها الثقافة ومنها التعليم والإعلام والفنون والقضاء مثلا والدبلوماسية الرشيدة، الفكرة دي في ظني أنه ممكن نوصل لرؤية تخلينا نطرحها بشكل واضح جدا لكيفية استعادة هذه القوة. فيما يتعلق بالاهتمام بمحور الشباب بشكل أساسي، وأن أنتم بتعرضوا المبادرات الشبابية في مختلف المجالات في المعرض، الحقيقة أنه السنة اللي فاتت كان السلوجان المعرض الشباب وثقافة المستقبل، واحنا بنفضل دايما ان احنا نشتغل بشكل تراكمي. يعني مش معنى ان احنا كانت الدورة اللي فاتت عن الشباب ان احنا نسيب، لا، دايما يبقى في خط ماشي بالتوازي مع الخط الجديد علشان كمان يستدعي ما اوصت به الدورة السابقة او ما طرحته الدورة السابقة. ولقينا في اللجنة العليا انه كتير من الشباب بيشتغلوا على مبادرات لخدمة المجتمع مش بالضرورة تكون ثقافية، يعني ولو انه مفهوم الثقافة واسع جدا وممكن يخلي اي حاجة ثقافية، لكن قلنا ما تيجوا طيب نطرح فكرة اننا نستدعي هؤلاء الشباب نحط عليهم سبوت ونشوف هم قدروا يعملوا ايه في المجتمع فعلا وينفذوه. وكمان طورنا الفكرة انه هنعمل مسابقة ما بين هذه المبادرات، يعني هيبقى في جوائز والجوائز دي تبقى مدعاة لبدء دعم هذه المبادرات إذا كانت فعلا خدمة المجتمع على مدار العام. طيب في نقطة برضو عايزة أتكلم مع حضرتك فيها يا فندم، وهي أهمية إقامة معرض للكتاب المخفض بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين. أهمية إقامة هذا المعرض إيه بالظبط؟ الحقيقة كلنا عارفين أن صناعة النشر بتواجه أزمة خصوصا بعد تعويم الدولار. يعني فترة التعويم كان أثرها شوية سلبي لأنه ارتفع سعر الورق والأحبار لأنه معظمها مستورد، وبالتالي سعر الكتاب عالي جدا على القارئ. احنا حاولنا ان احنا نشتغل على كل سنة كنا بنعمل جناح للكتب المخفضة من إصدارات وزارة الثقافة، فالناشرين كان عندهم مجموعة من الاستوكات القديمة اللي موجودة في مخازنهم، قلنا لهم طب ما تيجوا تحاولوا تسيلوها، يعني تشغلوها بسعر مخفض فتفضوا مخازنكم وتشتغلوا على عناوين جديدة. كان الحقيقة اتحاد الناشرين المصريين مبادر جدا بأنه بيشارك في هذا الجناح، وعملنا جناح كبير، بقى عندنا مربع كامل سور الأزبكية لبيع الكتب المستعملة، جنبيه جناح لإصدارات وزارة الثقافة المخفضة اللي هي بيتراوح سعرها من جنيه لخمسة جنيه، كمان مع وجود اتحاد الناشرين يعني أكتر من 70 دار نشر مشاركين في هذا الجناح بأسعار كتب مخفضة فعلا، وإحنا خفضنا عليهم الإيجار علشان كده. فبقى الحقيقة في تعاون ما بين كل الجهات علشان نوصل للقارئ المعرفة بسعر زهيد يعني يقدر يروح ليها. وكمان ده كان له مردود مهم جدا، دايما كنا متهمين بأنه معرض القاهرة الدولي للكتاب بيبقى فيه كتب مزورة. الحقيقة انه النهاردة وامبارح اول يومين والحمد لله يعني مفيش ولا محضر يقول انه في كتب مزورة ولا شكوى من اي ناشر، فكأنه ده كان له اثر في انه لما خفضنا سعر الكتاب، الكتاب المزور ما بقالوش مكان في السوق، القارئ بيروح للكتاب الاصلي ويلاقيه بسعر مناسب ليه فبياخده. ازاي يا فندم بيتم اختيار الكتب اللي هيتم عرضها في المعرض الدولي للكتاب؟ لا هو الحقيقة احنا معينة مثلا لاختيار الكتب ولا ايه بالظبط؟ لا احنا بنختار الناشرين. يعني او الحقيقة انه في معايير قانونية في لائحة المعرض. بتقول انه الناشر لازم تنطبق عليه مجموعة من الصفات علشان يشترك في المعرض. وبالتالي احنا بنقبل كل اصداراته. قانونا المعرض لا يجوز لي منع
اي كتاب من المشاركه، وبالتالي الدنيا مفتوحه جدا. لكن المعايير اللي لازم تكون موجوده في الناشرين ايه بالظبط؟ انه يكون عضو اتحاد ناشرين، وانه يكون له مجموعه. عشان يبقى عضو اتحاد ناشرين لازم يبقى له مجموعه اصدارات معتمده ومودعه في دار الكتب، وبالتالي تبقى اصداراته معتمده حكوميا يعني، او انه يكون عضو اتحاد ناشرين عرب او عضو اتحاد ناشرين عالمي. ده اللي بيخلينا نقبل الناشر. فكره اعتماده معنى كده انه منشوراته مقبوله، الا في الكتب اللي عليها احكام قضائيه او على مؤلفها احكام قضائيه. هنا فكره تفعيل القانون بتبقى عن طريق شرطه المصنفات الفنيه، فبيتم تجنيب هذه المطبوعات مش الناشر. طيب برضو لسه ما راحش، ازاي احنا نشجع يعني كل فئات المجتمع، مش الشباب بس، الشباب والاطفال والمراه والرجل، ان هو هيلاقي مجموعه منتقاه من الكتب الموجوده وبتراعي جميع الاذواق وجميع الفئات العمريه ايضا؟ شوفي حضرتك، احنا الجدول الفعاليات هو عامل بالظبط زي لون الورده وريحتها في المعرض. يعني هو الجذاب جدا. واحنا كمان شغالين على فكره الاتاحه والتنوع، وعلى فكره انه الثقافه يجب ان تكون جاذبه ومبهجه، لانه ده الاصل فيها. يعني حتى بنحاول نغير الفكره اللي كان بياخدها المتلقي عن المثقف انه حد متجهم دايما او بيقول كلام تقيل وعميق جدا وصعب انه يتفهم. الحقيقه انه بنشتغل على غير كده، على عكس ده تماما. توسيع دايره الثقافه انها بتشمل كل حاجه موجوده في المجتمع، انه اساس الثقافه هو مكون من الهويه بيعتمد على فكره تذوق الجميل. وفكره طرح الجمال كمان الموجوده في المعرض، ده اللي بيخلينا عاملين جدول الفعاليات الضخم جدا ده. واللي بيخلي الناس تيجي فتشوف انه في كمان مجموعات من الكتب موازيه لمجموعات الفعاليات دي. يعني زي ما في تنوع في الفعاليه، في كمان تنوع في الكتب في الكتب، فبيجي على الفعالية لكنه بيشوف الكتب، وممكن يطلع وشايل شنط نسبة المبيعات السنة دي بسم الله ما شاء الله، يعني على سواء في الهيئة أو عند الناشرين القطاع الخاص كله بيقول إنها بدأ بشكل قوي جدا، يمكن أقوى شوية من السنة اللي فاتت اللي كانت بالفعل قوية جدا. طيب بالتأكيد القراءة هي متعة الحقيقة لا يشعر بها إلا من هو حريص عليها ويلح في الحصول على الكتاب الذي يريده، وبعد قراءته بيشعر حياة بمتعة يعني لا يضاهيها أي متعة أخرى. من وجهة نظرك يا فندم، كيف يمكن الحفاظ على القراءة ومتعة القراءة بعيدا عن الانترنت والصحافة الإلكترونية ووسائل الاتصال الإلكترونية اللي أصبحت دلوقتي طبعا يعني بتؤثر بشكل كبير على قراءة الكتب كما كنا دائما في السابق؟ هو في حاجتين في الموضوع. اولا انه القراءه مش بس متعه، يعني كثير من ابناء جيل الشباب اللي موجودين دلوقتي شايفين انه القراءه ضروره مش بس مجرد متعه، وانه مش ممكن ينمي نفسه ويلاقي لنفسه مكان في سوق العمل مثلا من غير ما يكون عنده معرفه اوسع بتخصصه. صحيح. وبالتالي بيتجه للقراءه. صحيح. الفكره دي موجوده عند شباب كويس قوي دلوقتي. كمان الفكرة الثانية هي فكرة وجود ما يمكن أن نسميه بالنشر الإلكتروني الآن. الحقيقة أنا مش شايف أنه في تضاد أو تعارض ما بين الاثنين. بدل ما الكتاب الورقي نحطه في منافسة مع الكتاب الإلكتروني، لا، إحنا علينا أن إحنا نوثق ويعني ندقق في النشر الإلكتروني بحيث يوازي الكتاب الورقي. أظن أنه الفكرة دي بتخلينا ممكن نروح للشباب اللي متعود على القراية على شاشة، سواء كانت آيباد أو كمبيوتر أو تليفون، إن إحنا نروح له بالمعرفة الموثقة، فنروح له في المكان اللي هو متعود فيه، بدل ما نقول له لأ ده وحش ولازم تاخد الكتاب الورقي اللي هو ما بقاش متعود عليه، إحنا بس اللي لسه متعودين عليه يعني. أظن إنه ده هيبقى مهم جدا، وبالتالي هنكسب كمان مورد معرفة زيادة. يعني بدل ما يكون عندنا وسيط معرفي واحد هيبقى عندنا اتنين، وده اللي فعلا شغال عليه معظم دور النشر العربية،
وكمان هيئة الكتاب بدأت تشتغل عليه، وإن كان لسه المشروعات في بدايتها زي ما تكون كده تلمس للطريق بشكل ما، أظن إن احنا محتاجين إن احنا ندفع بنفسنا أكتر في هذا الاتجاه. طيب لو هنتكلم على أنه دائما القاهرة هي التي تحظى بانعقاد المعرض الدولي للكتاب، إمتى هنلاقي أنه باقي المحافظات أيضا هتحظى بهذه الميزة أنه هينعقد فيها المعرض الدولي للكتاب؟ هو الحقيقة معرض دولي فكرة مش سهلة قوي، لأنه معرض دولي ده مرتبط بأجندة دولية وأجندة عربية للمعارض، ولازم يكون معتمد دوليا، ولازم يكون فات عليه عدد من الدورات منتظم في معاد واحد وواخد مكانه على الخريطة. دي مسألة مش سهلة قوي، ولو إننا عملناها بالفعل في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب اللي كان أول انعقاده السنة اللي فاتت بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية. فكرة دوليته هي فكرة مشاركة مجموعة من الدول فيه، لكن هو لسه ما خدش اعتماده الدولي، لأنه برضو الخريطة الدولية تقدري تقولي انها مترتبة ترتيب كويس، وتقريبا ما فيش ولا دولة على مستوى العالم فيها معرض دولي معرضين دوليين معتمدين، يعني كل دولة لحد دلوقتي لها معرض واحد. لكن قدينا بنحاول. كمان احنا عندنا بالفعل ما يمكن ان نسميه انتقال معرض القاهرة الدولي للكتاب الى مجموع محافظات مصر، والسنة اللي فاتت هيئة الكتاب كان لها الشرف انها تعمل حوالي 100 معرض في اقاليم مصر كلها، وان كانت مش معارض كبيرة طبعا زي معرض القاهرة الدولي، لكن على الاقل ودينا شيء من ريحة معرض القاهرة الدولي بفعالياته كمان في كتير من محافظات مصر، سواء في الصعيد أو في بحري أو حتى في المناطق الحدودية والقناة. طيب دكتور هيثم، سؤالي لحضرتك وده طبعا من خلال اللي بتشوفه والإقبال الكبير جدا، طوابير الحقيقة احنا بنشوفها عند أرض المعارض مدينة نصر عشان الناس تدخل المعرض، سواء بالنسبة لبوابات الدخول أو الأجنحة حتى المختلفة، زحام شديد جدا. حضرتك بتصف القراءة في مصر دلوقتي وصلت لأي مرحلة؟ الحقيقة على عكس ما يقال، يعني دايما كده بتقال عننا على الأقل طول العشرين سنة اللي فاتوا ان احنا شعوب لا تقرأ، وانه الشباب بعيد عن القراية بشكل ما. والحقيقة انه من تتبع مجموعة الأرقام الخاصة بالمعرض على الأقل في الثلاث سنين اللي فاتوا هنلاقي انه في تطور، مش عايز اقول انه غريب، يعني نسبة الإقبال على المعرض بتزيد من 2 مليون ل 3 مليون، وصلنا السنة اللي فاتت 4 مليون، مؤشرات السنة دي بتقول إن احنا إن شاء الله هنزيد عن الأربعة مليون بنسبة معتبرة يعني. كمان نسبة بيع الكتب اللي بتزيد في معرض عن التاني، يعني من زيادة عن السنة اللي قبلها 140% للسنة اللي فاتت 170% من السنة اللي قبلها. هيئة الكتاب تبيع في معرض الكتاب وهيئة الكتاب فقط بوصفها دار نشر حوالي 750 ألف نسخة. معظم زوار المعرض من الشباب تحت 35 سنة بنسبة 65% على وجه التحديد. الكتب الأكثر مبيعا من كتب هيئة الكتاب هي الكتب السياسية والتاريخية. كل دي مؤشرات بتقول الكتب الأكثر مبيعا هي الكتب السياسية والتاريخية. نعم. فعلا؟ آه والله. ده حقيقي. يليها الكتب يليها كتب الرواية الروايات ثم الكتب التراثية. أنا بتكلم عن مؤشرات هيئة الكتاب على وجه التحديد. بس دي مؤشرات هايلة على فكرة. دي هايلة جدا، والحقيقة أنه كمان هي مؤشرات موثقة. نمو في الوعي بشكل كبير جدا لدى المجتمع عموما بكل فئاته يعني. كمان المهم أنه المؤشرات دي اللي بيديها لنا المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اللي حريص كل سنة أنه يعمل بحث واستبيان داخل المعرض عن بيسميه اتجاهات المقروئية لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، وده بيساعدنا كتير قوي حتى في تطوير خطة النشر اللي احنا شغالين عليها وبتعاون دائم بيننا. انا اظن المؤشرات دي تقول انه احنا فعلا شعب يقرأ، وانه عندنا شباب متجه للمستقبل وعارف هو متجه للمستقبل ازاي. طيب دكتور هيثم، في برضو فعاليات سينمائية بتعرضوا فيها بعض الاعمال النادرة اللي هي محدش شافها قبل كده، مظبوط؟ الى حد ما. عندنا قاعة السنة دي اسمها قاعة يوسف شاهين،
والحقيقة أن كل قاعات الأنشطة السنة دي لها أسماء من نفس الحقل اللي بتشتغل عليه القاعة. والأسماء دي الغرض من طرحها أنه الشباب وجمهور المعرض يعرفوا مين دول وكانوا بيعملوا إيه بالظبط. ف16 مكان بحوالي 16 اسم، كل اسم صورته موجودة ومعلومات عنه موجودة، بنعرف هما مين بالظبط. قاعة السينما اللي هي قاعة يوسف شاهين هتعرض مجموعة من الأفلام اللي تم ترميمها في المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، ومنها بالمناسبة فيلم نادر لشادية. نعم، ترميمها يعني ايه؟ ترميمها يعني كانت الشرايط دي موجودة وبدأت لأنها قديمة قوي بدأت يعني تبوظ أو يحصل فيها حاجة تخليها ما نقدرش نعرضها، فهم بيشتغلوا عليها فنيا تقنيا يعني بيخلوها صالحة للعرض. احنا ماشيين في ده فعلا، وممكن حضرتك تلاقيها في جدول الفعاليات، ومنها فيلم نادر لشادية هيتعرض فعلا داخل القاعة. وفي كمان داخل نفس القاعة في فعالية بنحتفي بيها بخمسين سنة سينما لثلاثة من أهم مخرجينا اللي اتخرجوا من معهد السينما من 50 سنة وما زالوا بيعملوا بالإخراج لحتى الآن، اللي هم الأستاذ علي بدرخان والأستاذ داود عبد السيد والأستاذ خيري بشارة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، شكرا يا فندم لحضرتك. وعايز قبل ما نختم هذا الحوار أن حضرتك توجه دعوة بالنسبة للشباب بوجه خاص يعني للإقبال بشكل أكبر على هذا المعرض. الحقيقة أنه الشباب مش بس بيقبلوا، هم كمان بيساعدونا في تنظيم المعرض عن طريق برنامج أنا متطوع اللي شارك فيه 500 شاب هذا العام بشكل يطمن ويفرح على مستقبل مصر. فئاتهم العمرية قد إيه؟ كلهم طلاب جامعة ما شاء الله. لكن اللي أقدر أقوله لكل جمهورنا أنه معرض الكتاب بمثابة كرنفال ثقافي، هتلاقي فيه كل اللي أنت بتحبه ايا كان ذوقك ايا كان اتجاهك الفكري، هتلاقي انه الثقافه كمان بقت حاجه مبهجه جدا وانه دايرتها وسعت قوي بحيث انها تشمل كل شيء بدايه من شكل اللبس للاكل لحتى التذوق الفلسفي والفني. انا بشكر حضرتك دكتور هيثم شكرا جزيلا، والمزيد ان شاء الله بالتوفيق لمعرض الدولي للكتاب اللي بينعقد في دورته 49. شكرا يا فندم لحضرتك. اشكرك وفي انتظاركم في المعرض ان شاء الله. طبعا بالتاكيد. ومشاهدينا وصلنا الى ختام حلقه النهارده من برنامج من القاهره، بشكركم والى اللقاء.